لا بإذن الله. كابتن، احنا مش هنتكلم مع حضرتك في طبعا في القرعه بتاعت امبارح، مش هنتكلم في التنظيم، التنظيم طبعا ابهر العالم كله بشكل في منتهى الجمال، ولكن طبعا وجود حضرتك معانا لازم نتكلم فنيا، يمكن عايزين نتكلم عن المجموعات، راي حضرتك في المجموعات از اول، وبعد كده هنتكلم على مجموعه منتخب مصر. اتفضل يا كابتن. هو المجموعات، نيجي للمجموعه الاولى اللي فيها المانيا والمجر وأوروجواي والراس الخضراء. طبعا يعني احنا لاول مره هنتفرج على الراس الخضراء اللي هي جاية من أفريقيا، عملت بطولة هايلة وقدرت بعناصر جديدة، طبعا أغلبهم لعيبة بيلعبوا محترفين في الدوري الفرنسي، يمكن في الدرجة الثانية والدوري الدرجة الأولى، لكن فرقة كويسة، عندهم عناصر كتير كويسين. الفرقة دي انتظر منها في كأس العالم نتائج مش هقول لك مبهرة، لكن هتبقى مفاجأة للناس كتير. يعني انت حضرتك يعني طب ترتيب، يعني توقعات حضرتك للترتيب هيبقى زي ما هو موجود كده، ولا ممكن الرأس الأخضر تحل مكانها؟ لا لا لا، يعني هو الترتيب هيبقى زي ما هو كده، ألمانيا، المجر، أوروجواي أول وثاني وثالث المجموعة. طبعا مباراة المجر ومباراة ألمانيا هتبقى مباراة قوية جدا، أكيد، لأن المدرستين أنت عارف حضرتك أقوى دوري في العالم هو الدوري الألماني، صحيح، ثم الدوري الفرنسي ثم الدوري المجري. فأعتقد أن المباراة دي هتبقى مباراة مهمة جدا جدا لتحديد مين اللي هيقدر يوصل منهم في الثمانية الأوائل في المجموعات. تمام يا كابتن. ده بالنسبة للمجموعة المجموعة الأولى. الأولى، المجموعة المجموعة الثانية، الثانية أسبانيا، تونس، البرازيل، بولندا. أسبانيا زي ما حضرتك عارف هي آخر بطلة أوروبا، صحيح، لكن فرقة البرازيل وفرقة بولندا من فرق قوية. أعتقد إن تونس هتيجي في المرتبة الرابعة في البطولة في المجموعة دي. أسبانيا هتيجي أول، بولندا هتيجي تاني، برازيل هتيجي تالت، وتونس هتيجي في المرتبة الرابعة. نقدر نسمي المجموعة دي مجموعة الموت يا كابتن؟ يعني الأربع فرق لا، الحقيقة مجموعة الموت اللي هي فيها فرنسا هنجلها يا كابتن، بس حضرتك إن شايف إن المجموعة دي يعني مش هي مجموعة الموت، لا في مجموعة تانية. لا، في مجموعة أقوى يعني وتونس ما تقدرش تعمل مفاجأة يا كابتن في، يعني خاصة إنها متصنفة تصنيف تاني. هي ممكن تبقى ماتشها مع بولندا هيحدد مين الثالث والرابع. لا، التالت والرابع. فرقة البرازيل فرقة كويسة جدا، فرقة كلها محترفين بره البرازيل واغلبهم بيلعبوا في الدوري الفرنسي والدوري الالماني. بس البرازيل يا كابتن مش اسم كبير في كرة اليد، يعني إيه انت بتابع طبعا وعندك الابديت كله. هي مش فرقة يعني ما بيعملوش كتيم، ما بيعملوش بطولات قوية، لكن هم كأفراد متوزعين في أوروبا فرقة قوية، ممكن تلاقيهم في ماتشات بيعملوا ماتش هايل، وممكن الماتش اللي بعديه تلاقيهم ايه اللي جابهم يعني البطولة دي عندهم، قصد حضرتك ان ايه، ان هم موجودين، عندهم الفنيات اللي تأهلهم. بس هم بقالهم فترة بيحاولوا يخشوا داخل المنظومة الكبيرة، واعتقد ان هم لو اشتغلوا على نفسهم شوية بالعمل الجماعي هيقدروا يوصلوا لمكانة كبيرة. فرقة بولندا طبعا فرقة كبيرة، من الفرق اللي معروف عنها ان هي عناصرها في الدوري المجري، هم اغلبهم بيلعبوا في الدوري المجري قوي جدا، ولذلك نقدر نلاقيهم في بطولة اوروبا، بتلاقيهم كتير اللعيبه بتاعتهم منتشرين في منتشرين اوروبا، وخصوصا ان احنا عندنا مشكله في الفتره اللي جايه، مشكله كورونا. طبعا المنتخبات هتبقى صعبه انك تجمع لعيبتها، فكل اللي هيجيب اللعيبه هيجيبها على البطوله او يجمعها قبلها بفتره وليست كبيره. ماتشات اعتقد الوديه هتبقى قليله جدا، لانك صعب انك تروح تلعب، لان لو رحت المانيا ورحت ايطاليا، قصدي فرنسا، الحتت دي طبعا هيبقى في ريسك اجراءات طبعا. في اجراءات بتحصل، لكن مش هتبقى الماتشات الوديه بالسهوله اللي كانت قبل بالظبط. كده، فهيبقى انت وحظك بقى. ويمكن كان الدكتور حسن مصطفى ليه تصريح امبارح بعد القرعه بيقولوا له في ايه رايك في حظوظ مصر، قال لهم اعتقد ان حظ مصر في البطوله هيبقى كبير، لان استعدادات الدول دي نتيجه الكورونا هتبقى استعداد ضعيفه، احنا مجمعين فرقتنا جوانا نقدر من خلال التجميع اللي احنا بنعملها دي نوصل لابعد مدى في البطوله، والمدى اللي بيتمناه كل الشعب المصري هو الحصول على الميداليه باذن يا الله. رب ان شاء الله. طب المجموعه الثالثه راي حضرتك فيها يا كابتن؟ كرواتيا، قطر، اليابان، انجولا. طبعا نمره واحد كرواتيا، طبعا هتتسيد المجموعه بسهوله، هتكسب كل ماتشاتها بدون صعوبة. المشكلة هتبقى ما بين قطر واليابان،
في من يحصل على المركز الثاني، وخصوصا ان قطر واليابان بيلعبوا مع بعض في مجموعه واحده في اسيا، حافظين بعض ولعبوا مع بعض كتير. لكن اعتقد في النهايه هتبقى الخبرات اللي خدتها قطر في السنين الاخيره هي اللي هتبقى الفاصل في تحديد الماتشات دي. بس انجولا يا كابتن برضه يعني في كم اخر بطوله افريقيه شفنا انجولا بمستوى كويس، حتى في بطولات العالم، حتى في البطولات الوديه انجولا يعني تحسنت كتير في كره اليد. انجولا ساعدتنا في بطوله العالم اللي فاتت بفوزها على قطر في المباراه اللي جمعت ما بين قطر وانجولا، المكسب بتاعها ساعدنا في مجاميع داخل البطوله، واحنا كمصر الماتش ده ساعدنا، فوز انجولا على قطر ساعدنا كتير، وصلنا لمرحله ابعد في بطوله العالم. صحيح الحمد لله. طيب دي المجموعه الثالثه يا كابتن، نخش على المجموعه الرابعه. المجموعه الرابعه هتبقى الدنمارك، الارجنتين، البحرين، الكونغو. ودي طبعا برضك الدنمارك هتبقى الاولى وهتكسب ماتشاتها كلها، ماتشها الصعب هيبقى مع الارجنتين. فرقه الارجنتين نفس اسلوب فرقه البرازيل، بيعتمدوا في اللعب بتاعهم على الدفاع المفتوح، بيعتمدوا على عندهم اثنين لعيبه اخوين بيلعبوا في الدوري الفرنسي اسمهم سيموني، الاثنين لعيبه دول كويسين جدا. الارجنتين لعبها وديا يا كابتن، يعني مهندس هشام نصر رئيس اتحاد كره اليد صرح انه اتفق على ماتشين وديين مع الارجنتين، ماتش ومع البحرين الماتش الثاني. ما هو يعني بعد القرعه اعتقد ان ماتش الارجنتين مش هيبقى مفيد لينا، لان مدرسه الارجنتين في اللعب عكس المدرسه اللي احنا هنلعب فيها. يعني احنا هنلعب مع السويد اللي بتلعب بدفاع 6-0، تشيك بتلعب بدفاع 6-0، فالمدرستين دول عكس مدرسه اللي بتلعب الارجنتين فيها، فما اعتقدش ان المباراه هتبقى مفيده بالنسبه لنا كتير. لكن احتكاك، تجربه لعيبه، تجربه طرق الدفاع او هجوم، تبقى مباراه جيده. لكن لو انت بتشتغل على فرقه بتلعب بطريقه 6-0 زي السويد بتلعب ب6-0 بحت، ما بيغيروش فيها. تشيك نفس الطريقه بتلعب برضك بنفس الطريقه 6-0، ما اعتقدش ان ماتش الارجنتين هيبقى بالنسبه لنا مفيد فنيا. انما التجربه كتجربه بجرب لعيبه، بغير من مركز لعيب، بشوفه لو راح المكان ده راح لعيبته في الحته دي، اعتقد هيبقى كمباراه بالنسبه لنا كويسه بس مش مفيده فنيا. برافو. طيب المجموعه الخامسه يا كابتن، البحرين على فكره فرقه كويسه، البحرين بتضم عناصر لعيبه كويسين جدا، لكن على المستوى الدولي لغايه دلوقتي البصمه ما كانتش مش موجوده. هو على مستوى اسيا اللعيبه كويسين ماديين كويس، لكن دوليا لسه ما وصلش المرحله اللي هم نتمناها. البحرين كل التوفيق يعني ان شاء الله، ويقدوا في مجموعتهم اداء كويس. طب المجموعه الخامسه ان شاء الله، المجموعه الخامسه هتبقى مجموعه النرويج. وطبعا النرويج بقى لها 4-5 سنين في ليفل اللي هو الاول الثاني الثالث الرابع ما بتطلعش منه، وعامله انجازات اذا كانت في بطوله العالم او بطوله اوروبا. عندهم بيتميزوا بوجود لعيبه مصوبه جيد جدا، الاطوال عندهم هايله جدا، عندهم حارس مرمى بيعتبر من احسن حراس المرمى موجوده في العالم. وفي كره اليد اي فرقه عندها حارس مرمى متميز اعرف ان الفرقه دي من فرقه البطولات. صحيح. فعشان كده عندهم حارس مرمى كويس، وهو ده اللي موصلهم للمرحله اللي هم وصلوا فيها. وهم كابتن تالي النرويج وفرنسا، او دي المجموعه اللي حضرتك قلت عليها مجموعه الموسم شويه. بالظبط. دي الفرق، دي المجموعه اللي بتكلم فيها، لان فرنسا بطله عالم قبل كده، بطله اوروبا، من احسن الفرق اللي موجوده حاليا على مستوى العالم، والدوري بتاعها دوري قوي. فرقه النمسا الناس ما تعرفش عنها كتير، لكن فرقه النمسا في الفتره الاخيره مستوى عالي، لعبتها كلها تقريبا بيلعبوا في الدوري الالماني. خلي بال حضرتك النمسا والمانيا هم يعتبروا حاجه واحده، انا رحت فيينا ورحت المانيا. بالزبط. انت الاثنين بيتكلموا نفس اللغه، نفس الطباعه، نفس كل حاجه. عندهم ثلاث لعيبه بيلعبوا في احسن فرقه في العالم تقريبا، وفرقه كيل الالماني. الثلاث لعيبه دول هم اهم عناصر عندهم في المنتخب، وعشان كده يمكن تلاقيهم هم جم في المرتبه الثانيه في القرعه. صحيح. يعني الناس كتير استغربت، لا فرنسا جت تصنيف ثاني، هي عملت بطولة اوروبا كويسه وجات في مرتبه كويسه في بطولة اوروبا، مستوى تاني عليت. فنتوقع ان المجموعه دي الثاني او الثالث فيها ما حدش يقدر يحدده، الاول كمان ما حدش يقدر يحدده. خلي بال حضرتك ان فرقه النرويج وفرقه فرنسا قابلوا بعض في اخر سنتين في نهائيات بطوله العالم، قابلوا بعض في الادوار النهائيه في بطوله اوروبا، يعني فرقتين حافظين بعض حافظين بعض، وهتبقى مباراه ثقيله جدا. عشان كده انا بقول المجموعه دي
مجموعه الموت. طب مين اللي هيطلع منها اول وثاني هتبقى صعبه. نعرف. طب يا كابتن كنا في الكواليس قبل ما نطلع على الهواء، حضرتك قلت لي انه هو كاتبين طبعا الفرقه الرابعه احد منتخبات امريكا الوسطى وجزر الكاريبي، حضرتك قلت لي لو ما حصلتش ما اتعملتش البطوله اللي هيتاهلوا منهم هيبقى الوضع بسبب الكورونا. اه بسبب كورونا، يعني دلوقتي كاس العالم في يناير. من هنا لغايه يناير افرض بطوله امريكا الوسطى او امريكا الجنوبيه ما اتعملتش، يعني ما اتعملتش ايه؟ والله انا يعني المعلومات اللي عندي قد تكون صح او قد تكون غلط، هيتصعد فرقتين من اوروبا. تمام، يعني لو احنا بنقول في مثلا 12 فريق في اوروبا متاخدين من اوروبا، اوروبا 17 فريق، ال 17 هم 17 فريق، 17 هيبقوا 19 فريق. هيبقوا 19 في اوروبا. طب ده اقرب توقع اعتقد هيحصل يعني. وبيني وبينك ده يبقى يعني شايف اقرب ما يكون للعدل شويه، لان هم بس احنا فرقهم اقوى، اكتر فرقه هتبقى مضروره. ليه؟ لان انت هتيجي في مجموعتك انت. هتيجي في مجموعتك هيبقى ماتش، يبقى انت بتلعب ثلاث دول من اوروبا. ما لعبتش لحد من افريقيا، مريحتش. ما لعبتش بالظبط كده، هيبقى ضرب نار الثلاث ماتشات، هتبقى عندك مشكله في الحته دي. فاحنا نتمنى ان البطوله تقام عشان اللي يجي لنا يبقى فرقه نقدر ناخدها في الافتتاح نريح عليها نشتغل عليها. تشيلي مثلا، تشيلي دوله نقدر يعني يبقى الماتش. لا في تشيلي فرقه جامده مش فرقه قليله، بس فرقه يعني تقدر عليها، نقدر عليها يعني. ممكن تجي لك دوله اقل بالظبط، اقل من الفرقتين اللي معاك في المجموعه. طيب يا كابتن المجموعه السادسه، المجموعه السادسه فرقه البرتغال. طبعا البرتغال بقاله ثلاث مواسم عامل بطوله اوروبا وبطوله العالم مستوى عالي، بدليل ان هو جه كتصنيف اول. صحيح. عنده فرقه ناشئين 98 اللي هي الشباب اللي كانوا معانا، خدوا رابع العالم. منهم حاليا اربع لعيبه من تصعدوا مع الفريق الكبير. لا مصعدين سبعه. مصعدين سبعه. منهم اربع لعيبه دلوقتي بيلعبوا في احسن انديه في العالم، اللي هو باريس سان جيرمان، بيلعبوا في كيل، بيلعبوا في مونبلييه، بيلعبوا في الدوري المجري، ففرقه قويه البرتغال. واضح يعني هو بقى لهم 3 4 سنين شغالين عليهم وعملوا فرقه قويه، معاهم مدرب كويس محترم، عاملين اداء عالي في البطولات. ويمكن اخر ماتشات جمعتهم ما بين فرنسا اللي احنا بنقول عليها بطل العالم كان في مشاكل، كسبوا فرنسا على ارضهم فرق 7، وخسروا من فرنسا على ارضهم فرق 5 تجوان في التصفيات. كانت يعني فرقه كويسه، فرقه محترمه وقادره انها تغير النتيجه وتغير الوضع خالص. وخليني اقول يا كابتن الميزه في كره اليد ان كاس العالم كل سنتين بالزبط. فالمشهد ما بيتغيرش قوي غير لما بتبقى كاس العالم كل 4 سنين، فبيبقى الفتره الزمنيه كبيره، فممكن المشهد في الفرقه يتغير. وزي ما حضرتك عارف بيبقى طبعا سنه بتبقى بطوله العالم وسنه بطوله اوروبا، فالعالم كله شايف بعضه تقريبا. وهي كمان في ميزه في البطولات عندنا، بطوله العالم كل سنتين. احنا حضرتك جرى العرف طبقا للشغل العمل اللي احنا درسناه، اي فرقه بتحاول تغير دمها بعد الاولمبياد. صحيح. احنا عندنا في كره اليد تغيير الدم بيبقى صعب، لان انت زي ما حضرتك قلت فتغيير الدم بيبقى في اضيق الحدود وبلعيبه متميزين. صحيح. اما تحب تغير دمك في كره اليد في بطولات عالم بتغير القليل والمتميز، بحساب ما تقدرش تغير زي يعني تقول العادي في الباسكت في 4 سنين كاس العالم، 4 سنين بعد الاربع عشان تروح الاولمبياد بعديها تبتدي تغير دم الفرقه كلها. احنا عندنا بتبقى العمليه صعبه ودي بتاثر على الاداء، لكن عامه بتبقى بطولات قويه. واقوى بطولات بتبقى هي البطوله اللي قبل الكاس، قبل الاولمبياد. احنا عندنا بطوله قبل الاولمبياد على طول، تبقى في شهر واحد والاولمبياد بشهر مثلا 6 أو 7. البطوله اللي قبل الاولمبياد دي بتبقى اقوى بطوله، لان البطوله دي هي هي الاعداد للاولمبياد بالظبط. يمكن تاجيل الاولمبياد ل 2021 يمكن ايه، ودي برضو اتاجلت مع بالزبط. ما دي اتاجلت 2020، الاثنين اتاجلوا مع بعض بالزبط. فبقى الفرق ما بينهم 5 6 شهور بالظبط. فالموضوع مهم عندنا في الحته دي، بتبقى البطولات العالم التتابع بتاعها بيبقى ما بيديش سريع. فرصه للمدربين ان هم يغيروا كتير. سريع سريع. طب يا كابتن خلينا نخش في المجموعه السابعه. هنقول بس هنا الترتيب، هنا هيبقى البرتغال اول، ايسلندا تاني، الجزائر والمغرب، هيبقى اعتقد ان الجزائر ثالث تمام، والمغرب رابع. تمام. مجموعتنا بقى مجموعه مصر ولا نخليها في الاخر؟ خليها في الاخر يا كابتن، خد المجموعه الثامنه. هناخد المجموعه الثامنه، سلوفينيا، بيلاروسيا، كوريا الجنوبيه، روسيا. المجموعه دي يعني ايه؟ طبعا سلوفينيا نمرة واحد. تمام. تمام؟ الخناقة هتبقى ما بين بيلاروسيا وكوريا وروسيا. مستوى متقارب جدا.
ما تعرفش مين هيكسب. يعني ممكن يعني هي هتبقى كوريا تأدي أداء كويس، لكن كوريا حصل لها مشكلة يمكن دي ما يحسش بيها الا المدربين او احنا اللي في المجال. كوريا انضمت كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية، حضرتك عارف طبعا الانضمام ده بقى اما بتروح بطولة لو البطولة 18 تسعة من هنا وتسعة من هنا. فعمل لكوريا الجنوبية مشكلة. فرق كوريا الجنوبية قبل كده كانت من الفرق اللي دايما في الستة الأوائل، ال 18 بتوعها من عندهم بالظبط، فلما تضموا مع بعض بقى لازم الزاما تسعة من هنا وتسعة من هنا بالظبط. وبالتالي في الملعب كمان بتحصل مشكلة، أنت يعني المستوى في فرق كبير ما بين ال، ومش معقولة تعتمد على التسعة بتوع كوريا الجنوبية والشمالية مش هتعتمد عليهم. طبعا هتبقى يعني ده ضرهم جدا فدي مأثر عليها، ويمكن نتائجهم الفترة الأخيرة كمان نزلت بسبب الحتة دي لغاية ما يظبطوها مع بعض. يظبطوها مع بعض. طب نخش على المجموعة السابعة، مجموعتنا بقى يا رب التوفيق لمنتخب مصر. مجموعتنا بإذن الله يعني أنا شايف اختيار مجموعتنا جه اختيار سليم جدا، ان احنا اللي هيطلع من عندنا هيخش على المجموعه الثامنه. ف حضرتك عارف نظام المسابقه بياخد اول وثاني، اول وثاني وثالث، بيبقوا ثلاث فرق في ثمان مجموعات 24 فريق. تمام. من هنا بيبدا كاس العالم. كاس العالم احنا هنرد على المجموعه الثامنه. احنا هنرد على المجموعه الثامنه. طب لو خدنا اول هنلعب ثالث. لو خدنا اول هنلعب الثالث هتبقى بس لما بتروح مجموعتك بتخش على المجموعه الثانيه. لا بس سؤال يا كابتن، ثلاثه وثلاثه بيبقوا مجموعه واحده، يعني هناخد الثلاث فرق دول والثلاث فرق دول نعمل مجموعه ثانيه ولا بنروح نعمل كروسات مجموعه ثانيه؟ مجموعه ثانيه. تمام. يبقوا ست فرق. يبقى ست فرق بس ما لعبكش. ما لعبكش ثاني لان انا لعبتك في مجموعات. اروح العب الثلاثه الثانيين. اروح بالنقط بتاعي. بالنقط بتاعتي. فمطلوب من احنا مننا ان احنا نكسب السويد. بس دي فرصنا كده الحمد لله كويسه يا كابتن. بص حضرتك على الورق، على الورق. واحنا مغمضين كده احنا في دور الثمانيه. يا رب يا كابتن يا رب على الورق، انما في بطوله العالم حسابات تانية. حسابات تانية، وخصوصا البطوله دي خلي بال حضرتك هنقول 60% من المدربين بتوع البطوله دي متغيرين. مالهم يا كابتن؟ متغيرين لاول مره. يعني عندك المانيا مدرب جديد لاول مره. تمام. تمام. عندك فرنسا، انا بكلمك على الدول القويه، الدول العظمى. فرنسا مدرب جديد لاول مره. السويد. السويد مدرب جديد لاول مره. تمام. سلوفينيا مدرب جديد لاول مره، اول مره يلعب كاس العالم. بتتكلم في اوائل المجموعات تقريبا. يعني فرق بطوله اوروبا اللي فاتت دي كانوا بيقولوها بيتكلموا عليها ان بطوله مذبحه المدربين. في مدربين كتير اتذبحوا بيها واتغيروا. تمام. فهنلاقي تغيير المدربين بيجي معاه تغيير طريقه لعب. تمام. بس هل ظروف الكورونا اللي هو اللعيبه هتلحق تستوعب طريقه الشغل دي بظروف الكورونا؟ صعب. عشان كده تصريح الدكتور حسن مصطفى كان في ذكاء، ان هو الدول الكبيره العظمى عندهم مش عندهم مشكله. هو ما وضحهاش بس قال عندهم مشكله. مشكله ايه؟ انا كمدرب جاي جديد في ظل ظروف الكورونا دي عشان انقل شغلي وانقل فكري للاعيبتي محتاج وقت. تمام. انا مش هقدر الوقت ده يسعف. الوقت ضيق. فاحنا عندنا هنا ميزه في ماتش السويد، مدرب جديد بتاع الفرقه. تمام. والفرقه بتلعب في كذا دوري. صعب ان هو يجمعها، صعب ان هو يعمل ماتشات وديه، وكمان صعب ان في الوقت اللي احنا بنستعد